تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من فندق الإقامة، نتعرف منه على آخر الكواليس وآخر الأخبار من هنا. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وكل سنة وحضرتك طيب طبعا، وكل سنة والأمة الإسلامية ورمضان كريم طبعا على الأمة الإسلامية، يكون شهر مبارك بإذن الله. عودة من جديد للأجواء المحلية بعدما أغلق النادي الأهلي الملف الإفريقي بالصعود إلى دور الثمانية بمصاحبة فريق صن داونز، وطبعا زي ما تقرر مواجهة الأهلي أمام فريق الرجاء المغربي. طبعا الأهلي طوى خلاص الملف الإفريقي والصفحة الإفريقية، وفتح الملف المصري وفتح صفحة الدوري المصري بعد غياب دام لأكثر من 29 يوم منذ آخر مواجهة جمعت ما بين الأهلي وفريق بيراميدز على استاد الأهلي والسلام، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. النهاردة النادي الأهلي بيواجه فريق الاتحاد السكندري في مباراة في غاية الأهمية وفي غاية القوة في مشوار النادي الأهلي، بيزيد من صعوبتها وجود جهاز فني جديد لفريق الاتحاد السكندري بقيادة الكابتن المخضرم عماد النحاس اللي تولى المهمة يوم 16 مارس خلفا للكابتن حسام حسن بعد ما تلقى نادي الاتحاد عزيمة أمام فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، وده بيزيد من صعوبة اللقاء النهاردة، خاصة أنها تكون المواجهة الأولى للكابتن عماد النحاس. على الجانب الآخر فريق النادي الأهلي، أنت عارف يعني عقب مباراة الهلال السوداني الفريق لم يعني ما فيش وقت يعني الاستعداد أو وقت، طبعا النادي الأهلي بيواجه ضغط مباراة في الفترة الحالية والفترة القادمة وتتابع المباريات. كان مران عقب مباراة الهلال تدريب كان استشفى، ثم بالامس كان المران الرئيسي لفريق النادي الاهلي والدخول في معسكر استعدادا لمواجهه فريق الاتحاد السكندري. طبعا انت عارف الاجواء الرمضانيه في مقر الاقامه يا كابتن ايمن، الجلسات اللي ما بين اللاعبين، القعدات اللي ما بين اللاعبين. النهارده مستر بيتسو موسيماني في كلامه في المحاضره الفنيه اتكلم مع اللاعبين في اكتر من شق، طبعا اتكلم على المرحله الحاليه واهميه مباراه الاتحاد السكندري، وقال للاعبين ضروره، وطالب من اللاعبين ضروره عدم النظر لموقع فريق الاتحاد السكندري في جدول الدوري بيحتل المركز الحادي عشر، لهم طبعا مش عايزين ننظر لمكانة ويعني وجود فريق الاتحاد في المركز الحداشر، لا مباراة في غاية الأهمية في غاية القوة، وطالب اللاعبين بالتركيز وضرورة إحراز هدف مبكر يسهل يعني اللي يسهل اللقاء على لاعبي النادي الأهلي. اتكلم أيضا على المرحلة الحالية، قال مباراة الاتحاد اليوم ثم مباراة المصري ثم مباراة الشرقية للدخان، ثلاث مواجهات قبل مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مواجهة صعبة جدا. قال عايزين ناخد الثلاث مباريات ويكونوا استعداد وبروفة قوية لفريق النادي الأهلي طبعا قبل استكمال المشوار الافريقي. اللاعبين الاحاديث الجانبيه اللي ما بين اللاعبين من الامور المهمه النهارده يا كابتن ايمن، ان عقب المحاضره الفنيه اللي يعني اللي عقدها مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين كان في اجتماع ما بين اللاعبين، طبعا بعد خروج الجهاز الفني اجتمع اللاعبين ودور كباتن النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي كابتن ايمن اشرف ودور عمرو السوليه حمدي فتحي، اللاعبين مش عايز يعني انسى احد اللاعبين، لكن دور كباتن النادي الاهلي وعلي معلول ودورهم مع التحفيز وخلق دوافع فعل اللاعبين للمباراه الحاليه والمباريات القادمه. طبعا من المقرر النهارده انه يدير المباراه طاقم تحكيم بقياده الكابتن احمد الغندور، هيعاونه مساعد اول سامي هلهل والمساعد الثاني محمد عزازي، حكم الرابع عمرو الشناوي، اثنين على تقنيه الفار وائل فرحان وهاني خيري. جدير بالذكر طبعا يا كابتن ايمن النهارده بيستمر غيابه طبعا عمار حمدي واكرم توفيق وبدر بنون عن النادي الاهلي وصلاح محسن ورامي ربيعه وايضا محمد هاني ووليد سليمان. على الجانب الاخر فريق نادي الاتحاد السكندري بيفتقد لثلاث عناصر من العناصر المهمه، لاعب موبولو للاصابه واحمد نبيل مانجا للاصابه، وايضا الظهير الايمن هشام صلاح اللي بيغيب طبعا لحصوله على الانذار الثالث. طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، وتكون خطوه مهمه وثلاث نقاط يضافوا لرصيد النادي الاهلي نحو الدرع الدوري الممتاز باذن الله. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شاوي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. طبعا فاروق قال كل حاجه وقال فعلا ان الكابتن عماد النحاس اول مواجهه ليه عايز يقدم نفسه اكيد النهارده لجماهير نادي الاتحاد السكندري بعد النتائج اللي هي ما كانتش ماشيه في صالحه. نادي الاتحاد في مركز متاخر جدا، مركز ال11 طبعا ده لا يليق بنادي الاتحاد السكندري وجماهيره،